الأشخاص لما أنا جبتهم بس ليتعلموا، بس لقيت في أشياء كتير ناقصة بحياتهم، وهذا النقص هو كيف بدهم يقعدوا يعملوا مجموعة أصدقاء. لقيت إنه كتير عندهم محفز صار ليجوا يتعلموا ليلتقوا، لا حتى كل واحد يفضفض للتاني إيش بيعمل. فهذا المرسى ما بس عم يعلموا الرسم، لا عم يعلمون كيف يتعاونوا مع أهلهم ويتعاملوا بلطف معهم، كيف يتعاونوا مع محيطهم بالتمام. بلشوا يجاوب مع الرسم، هون أنا ارتحت نفسيا إنه صار في تعاطي، وهني حتى بحد ذاته انكسر هذا الحاجز إن كان عند اللبنانيين أو السوريين، فصاروا يأخذوا ويعطوا مع بعض. أمنيتي إني أرجع على بلدي أعمل مو معرض بمنبج، أعمل ملتقى للنحل. هدول الأشخاص لما يكتسبوا معرفة ومعلومات، يعني الشاب اللي عم يجي أو الصبية اللي عم تجي عم تكسب هاي المهارات اللي عم تاخذها، بدها تنفذها هنيك ببلدها.